سلام البنات، كديرين؟ بخير، لاباس عليكم. كنتمنى نتلاقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله البنات غنديروا اللي عياها اللحم، راه غاد تدخل باش تبدل شويه. اليوم غنديروا واحد الغديوه ان شاء الله اللي صحيه وصيفيه. وكما كتشوفوا البنات، انا هنا عندي الحوت، عندي هذا النوع، هذا كابيلا الاسم ديالو. ان شاء الله غادي نغسلو وغادي ندخل غنديرو في الفران، يعني غندخلو الفران. وهنا عندي الخبيزه ولا البقوله ولا يعني كل واحد شنو تيقول لها. انا هذه كانت عندي في الفريغو، يعني هذه مبخره يعني باش تحتفظوا بها، تقطعوها وتبخروها وديروها في الفريغو، يعني كتبقى مده طويله ما كيوقع لها والو. صافي، انا غادي ندير لها لاصوص ديالها. وهنا هاد الحوت كما قلت لكم غنصايبو صافي. المهم غنشوف غندير شي شلاضه، مش شلاضه عاديه، شلاضه اللي مالفين تنديرو، يعني العاديه بصيله ومطيشه وفلفله. المهم غنشوف غنزيد شي شليضه على هادو صافي، الله يجعل البركه. دابا الحوت ها هو ساليتو وعصرت عليه واحد الحامضه. صافي، هنا غادي ندوز باش ندير الشرموله هذا الخبيزه. هنا حكيت مطيشه، درت شويه ديال الملحه، درت الثومه. هنا غادي ندير واحد شويه ديال الحار، ندير شويه ديال الكمون، غادي ندير واحد رويز المعلقه ديال البزار، حيت اصلا هذيك الحار هذيك حاره بزاف. صافي، هنا غنزيد واحد شويه ديال زيت بلديه اوروميه، انا عندي هنا مخلطين. وغادي نزيد واحد معلقه ديال التحميره. صافي، وغادي نديهم يعني نشحرهم فوق، نشحر هاد لاصوص مزيان عاد باش نرجع نزيدو هاد الخبيزه. صافي، هنا بالنسبه للحوت البنات انا غادي نديرو في الفران. هنا عندي سميده رقيقه، هي غادي نزيدها واحد شويه ديال الهريسه ديال الحار مطحون، وغادي نزيد شويه ديال الكمون، ونزيد واحد شويه ديال التحميره. صافي، وغادي نخلط. صراحه بهذه الطريقه البنات انا كنفضل هذه الطريقه الصراحه على القلي. انا كنقلي زعما ماشي ما تنقليش، ولكن مؤخرا صراحه نقصت القلي في مره مع هاد الاضرار وهذا الشيء، يعني اضرار القلي وهذا اللي ولينا كنسمعوا. صافي، غادي نبدا ناخذ واحد الطاوه بحال هكا، اما دهنوها بالزيت. انا هنا كان عندي ورق بابي كويسون، غادي ندهن شويه، ندير شويه ديال الزيت. انا عندي هنا زيت بلديه اوروميه. صافي، وغادي نبدا ندوز بحال هكا ونحط بحال هكا حتى نكمل كلشي الحوت اللي عندي. صافي البنات، الحوت ها هو كملتو، راني شعلت الفران، يعني شعلتو حتى سخن مزيان قبيله ملي كنت يعني يلاه بديت، راني شعلتو حتى سخن مزيان. صافي، هنا غادي نزيد شويه ديال الزيت من الفوق بحال هكا. صافي، وغادي ندخلو الفران على مهم جهدو لي العافيه، غادي ندخلو حتى يطيب وغادي ندوزو ان شاء الله باش نكملو الشرموله ديال الخبيزه. صافي، الشرموله ديال النهايه كما كتشوفو وجدات، كتجي زوينه. صافي، وكنزيد عليه هذاك هذاك الخبيزه. صافي، وغادي نرجعها غير تشحر، يعني غير واحد شويه، لان الخبيزه ديجا راها طايبه، انا راها مفوره. صافي، غادي يعني نرجعها فوقها عافيه مهيله غير باش تشرب ليا هاد لاصوص. صافي، ومهم الا عندكم شويه الزيتون حمر تقدروا تزيدو، انا صراحه ما عنديش. صافي، ماشي مشكل، غادي نرجعو يتشحر شويه. هنا البنات عندي واحد شي ليمونات، غادي نغسلهم مزيان ونعصرهم، وغادي نحك هاد الخيزو. صافي، غادي نديرهم هكا بحال يعني كسلاطه. صافي، غنحك هاد الخيزو ونعصر هاد الليمون ونطلقا. صافي البنات، الخبيزه ديالنا هي وجدات، شي كتجي زوينه.
هاد لاصوص. وهنايا داك الخيزو اللي حكيت انا زدتو الليمون اللي شتو معايا وغادي نديرو في زليفات صافي. غنديرو في هاد زليفات وغادي ندخلو يبرد صافي. الحوت ها هو قريب يوجد. نتلاقاو ان شاء الله وغادي ندير واحد الشليضه بمطيشه ومطيشه وبصله يعني كيما قلت لكم قبيله. ونتلاقاو صافي. نقطعت شويه ديال البصله شويه المطيشه شويه ديال الخس شويه ديال الفلفله الشلاضه العاديه المغربيه ديالنا صافي. كنزيد عليها شويه ديال المليحه كنزيد واحد شويه ديال البزار غير شيشه واحد شويه ديال الكمون ونزيد واحد شويه ديال الزيت نزيد شويه ديال الخل نزيد واحد رشيشه ديال الخل واحد القطيره ديال الخل صافي. وغادي نخلطها صافي البنات. الغديوه ديالنا ها هي وجدات. هنا داك خيزو اللي درنا مع الليمون وهنا ديك البقوله صراحه كتجي رائعه وهنا ديك الشليضه وهنايا داك الحوت البنات بديك الطريقه راه كيجي زوين كيجي بحال الا مقلي وبهذه الطريقه يعني راه صحي صافي البنات. هذه هي الغديوه ديالنا. كنتمنى منكم اللي عجبتكم الوصفه ما تنساوش تشتركوا في القناه وما تنساوش تدعموني باللايك ديالكم وغنقول لكم السلام عليكم. خليت لكم الراحه.